مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. على فكره انا لما قلت انه البطوله الاسهل ده مش معناه انها بطوله سهله على الاطلاق. البطوله الاسهل مقارنه بمشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا وفي الدوري العام، مشوار طويل ومحتاج نفس طويل ومحتاج ثبات في المستوى ومحتاج اصرار على النجاح، لكن ده ما ينفيش تماما انها كانت بطوله صعبه برضو. الحقيقه الاهلي حقق فيها ارقام كبيره جدا، لكن على مستوى الشياكه انا بيتهيألي انه الكاس ده أشيك بكتير من درع الدوري ومن حتى كاس دوري ابطال افريقيا. مره تانية مبروك للاهلاويه، وبنحتفل النهارده بالتتويج بالثلاثيه مع واحد من نجوم دفاع النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي، كابتن عمرو حديدي. اهلا بيك يا كابتن عمرو، نورنا في السادسه طبعا. ربنا يخليك الله يكرمك، وشرف لينا انك تكون موجود معانا واحنا بنحتفل بتتويج بالثلاثيه. الله يكرمك، ربنا يخليك. مبروك للنادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته ولكل جماهيره وكل الناس الحلوه اللي بتحب النادي الاهلي. موسم صعب واستثنائي، كنت بقول ان ده يمكن يكون، يعني احنا تم الاهلي اتوج بالثلاثيه مرتين قبل كده، لكن بقول ان دي الثلاثيه الاصعب. موسم طويل جدا وشاق جدا، وتعرضت فيه الاداره لهجمات في كل قرار اتخذته فيما يتعلق ليه علاقه بملف الكوره، وتعرضت فيه اللعيبه والفرقه نفسها لحالات هجوم شرسه واستهداف للعيبه باسمها وضرب الاوضه اللبس. ورغم كده ورغم كل وغياب الجماهير الاهلاويه عن المدرجات، وانا عارف يعني ايه جماهير النادي الاهلي بالنسبه للاعيبه الاهلي وهي في الملعب، ورغم كده قدرت الرجاله الحقيقه الابطال انها تتوج بدوري ابطال افريقيا والدوري العام، وامبارح فرحنا بكاس مصر. هقول لك على حاجه يا استاذ احمد، في حاجه مهمه قوي. النادي الاهلي قليل الكلام كثير الافعال. احنا بتوع بطولات مش بتوع كلام، هو مش كلام وهبد ورغي وكلام وخلاص. اعرف تملي اللي بيتنقد كتير هو الشيء الناجح. ايوه، اما النادي الاهلي يعني مجلس ادارته بقياده اسطوره الكره المصريه والافريقيه والعالميه كابتن محمود الخطيب عارف هو بيشتغل ازاي. يا جماعه الراجل ده نجم من النجوم، الملفات اللي هو بيختارها عارف هو بيوزعها ازاي. الترابيزه اللي موجوده كل واحد ليه ملف، من مدير فني لاختيار لعيبه لاداء لعيبه لاجتماعات مع اللعيبه، هو عارف هو عايز ايه. هو انا لما هسمع نقد هرد، هخرج بره تركيزي، هشتت ذهن لعيبتي. طب ما ده كله الحمد لله النادي الاهلي طول عمره صحيح. على مدار السنين بيستبعد ده، مفيش مهاترات ولا كلام بيتقال حواليا انا بلفت نظري. بس محاولات الاستدراك كانت عنيفه جدا. هقول لك على حاجه، السنه دي يعني انا بشوف، انا عارف انه الاهلي طول الوقت مستهدف، لكن السنه دي كان شيء فوق طاقه البشر انها تحتمل. انا مش عارف احصل منك اي حاجه، مش محوق فيك اي حاجه، فانا ههمد الحته النفسيه، هضغط في الحته دي عشان افقد، اعمل مشكله مع مجلس اداره ولا مع اللعيبه ولا مع الجماهير. مفيش جماهير، هتدور على مشكله، مفيش ملعب. انا بيتهيالي كمان كابتن عمرو انه غياب الجماهير عن مدرجات يعني جرأ البعض او شجع البعض على التمادي في الاتجاه ده. يعني بيتهيالي لو جماهير الاهلي كانت بتبقى حاضره في مدرجات وبتتفرج على ماتشات، لا الكلام ده حصل خالص، ما كانش الكلام ده تسمع الكلام ده خالص. عارف ان ده السد المنيع او الدرع الواقي لاي مواضيع. صد عنيف بصراحه. بص، وبرده شابول مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ انك باعد اللعيبه عن كل الموقف ده. لو في اجتماع او في اي محاضره من المحاضرات قلت يا جماعه انتوا ليكوا الملعب اللي بيرد عن كل الاسئله دي، النادي الاهلي رد. صحيح، ورد كان جامد قوي. ورد كان شديد شويه. اول رد ليهم التشكيك في امكانيات اللعيبه. اللعيبه اللي كانوا بيشكوا في امكانياتها ظهروا بالمستوى اللي احنا ما كناش نتخيله. ادي واحد. اثنين، تشكيك في امكانيات المدرب. الراجل في شهر ولا في 25 يوم جاب بطولتين. فاضل له كمان ثلاث بطولات، فاضل له كمان شويه يجيب بطولتين. في الشهرين يعني 60 يوم، يعني بمعدل كل 12 يوم في بياخد بطوله. مش ده تاريخ لي؟ واضافه لدولاب النادي الاهلي من انجازات، احنا بنقول النادي الاهلي في عز ما بيحصل كبوه وبيحصل ما يحصل انكسار، النادي الاهلي هو ملك فرحه المصريين. صحيح، بيعرف يفرح الناس كويس قوي. والثلاثيه دي تحديدا ليها طعم تالي. خلينا نشوف تقرير كابتن عمرو مع الاهلاويه اللي بيتابعوا السادسه، نشوف تقرير عن تتويج الاهلي بالثلاثيه ونرجع نبتدي كلامنا مع حضرتك. ماشي. واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي المخضرم بيتسو موسيماني إسعاد جماهيره الكبيرة بعدما اقتنص البطولة الثالثة له هذا الموسم عقب التتويج بكأس مصر للمرة 37 في تاريخه، محافظا على رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجا بالمسابقة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 على نظيره طلائع الجيش
خلال المباراة النهائية التي جمعت بينهما على أرض استاد الجيش المصري في مدينة برج العرب بالإسكندرية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. المارد الأحمر تأهل لنهائي الكأس بعدما تجاوز بني سويف بنتيجة 3-1 في الدور الأول، ثم تخطى عقبة الترسانة بهدفين لهدف في ثمن النهائي. وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي، ثم تغلبه على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة. جول التعادل، حسين الشحات كرة عالية خطيرة، راسية تعدي والهدف جول جوه جول. منافسات كأس مصر هذا الموسم شهدت مشاركة 36 لاعبا من كتيبة الشياطين الحمر يتقدمهم حسين الشحات الذي شارك في كل مباريات الأهلي بالمسابقة هذا الموسم بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في 3 مباريات. وسجل خط هجوم أبناء قلعة الجزيرة 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة مسجلا في كل مبارياته بالبطولة، ويعتبر هداف الفريق في الكأس بنسخته الأخيرة وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ. وللمرة الثانية يحقق فريق الأهلي الثلاثية في تاريخه بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2006 عندما فاز بلقب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك. ونجح الأحمر في إضافة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته بعدما توج بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي، وذلك عقب الفوز على طلائع الجيش والتتويج بلقب كأس مصر. وفاز الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم بعدما أنهى البطولة وفي جعبته 89 نقطة، قبل أن يتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بعدما فاز عليه بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية، وأتم الثلاثية بتتويجه بكأس مصر على حساب الطلائع. النادي الأهلي تساوى بذلك مع فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضا، حيث حققها البارسا في عامي 2009 و2015، بينما حققها العملاق البافاري في عامي 2013 و2020. كنت الأول بقول إنه اللعيبة اللي لعبت كرة أو اللعيب اللي لعب مع النادي الأهلي حتى موسم واحد خد بطولة. امبارح خليني أقول لحضراتكم في ناس لعبت 90 دقيقة بس خد البطولة، ده النادي الأهلي ودول نجوم النادي الأهلي ودي قيمة النادي الأهلي، والبقية تأتي إن شاء الله. مرة تانية برحب بضيفنا في السادسة نجم النادي الأهلي كابتن عمرو الحديدي، مرة تانية أهلا وسهلا بيك كابتن عمرو. امبارح مثلا بدر بنون كابتن عمرو يعني 90 دقيقة بطولة كاس على طول كده، يعني بدءا ذي بدء زي ما بيقولوا. بص النادي الاهلي هو حاسس من بطوله افريقيا لما نزل وبس زمايله وبارك لهم على المباراه. أيوة. ساعه النهائي نفس الكلام، هو الراجل دلوقتي بقى
عمود من اعمده النادي الاهلي بقى كيان من ضمن بصفتك طبعا من المدافعين التقال في تاريخ النادي الاهلي. ايه رايك في صفقه بدر بانون؟ انا هاخد رايك في صفقات الاهلي وفي المعارين اللي رجعوا لبيتهم مره ثانيه، بس عايز اسمع رايك في بدر بعد ما شفته امبارح في ماتش الطلائع. احنا مقتنعين ان كل لعيبه شمال افريقيا عندهم ثبات انفعالي وهادين عننا شويه. هو مع الوقت هو قدم اوراق اعتماده امبارح، حتى الناس كانت قلقانه وهو بيشوط ضربه الجزاء. ناس انا بقيس مجمل ما بقيس بالقطعه. ايوه العاب الهوا اجاده، كره طويله بالمسطره، ضربه الجزاء ثبات انفعالي غير عادي. ان هو بيقدم اعتماد اوراقه في 90 دقيقه لنهائي كاس مصر، رايح بطوله ثانيه. طبعا الاختيار موفق، بس هو عايز كمان شويه شغل جامدين عشان الرفع يشتغل على جسمه، قوه بدنيه جدا، قوه بدنيه. وهو خد بالك وهو بيزيد كورته احسن من كده بكتير، شفناه في مباراه الزمالك. ايوه ده مطلوب، مش عايزينه يعني يبقى محجم امكانياته تقليدي في حته السرد باك وبس. اوكي يعني شايف انه عنده كمان مساحه انه هو يطور منه. بس احنا مش هنحكم في مباراه واحده، اللي جاي احنا حكمنا عليه اللي احنا شفناه. ايوه اللي جاي بقى الاهم. دي ضربه الجزاء اللي لعبها بانون استاذ ورئيس قسم بصراحه. طبعا يعني. انا عارف انه شويط حلو، بس بصراحه حطها امبارح في مباراه في النهائي في اول ظهور ليه بالظبط، بيتهيألي بيبقى برضه لود على اللعيبه كابتن. طبعا طبعا يعني بظهر قدام جمهور بالفانيلا الحمراء لاول مره. هل انا صفقه ناجحه ولا صفقه فاشله؟ هي بتتقال كده. أيوه. احنا مصريين هنقولها كده. بس هو بامكانياته بالاسلوب بالثبات الانفعالي. أيوه. وبالتوجيه ده لا نقول مش هندي رقم كبير قوي. طيب هنقول 8 من 10. قبل ما اتكلم كوره ونختم سيزن بالتتويج بالثلاثيه واروح معاك لموسم جاي، عايز اشوف اتكلم معاك بره الكوره شويه في اللقطه شفناها في يعني انا بتهيالي اللقطه دي كملت الصوره الحلوه بتاع ماتش نهائي كاس مصر، الممر الشرفي اللي عامله لعيبه النادي الاهلي لفرقه الطلائع، روح رياضيه جدا الحقيقه اللي تحلى بيها الجهاز الفني ولاعبو طلائع الجيش وهم طالعين بيباركوا لعيبه النادي الاهلي وهم طالعين يستلموا ميداليات المركز الثالث. رايك ايه في الحاله دي؟ استاذ احمد تملي احنا عندنا الجديد، كل حاجه في النادي الاهلي جديده وتقلد، مش احنا اللي بنقلد. يعني اللي احنا شايفينه المفروض العكس، يعني كانت تظهر من طلائع الجيش يعملوا ممر تتويجي ويباركوا، لا البطل تملي هو اللي بيقلده الوصيف. وقفوا روح جميله قوي من الكابتن العشري والجهاز المعاون بتاعه، كابتن محمود ولا كابتن ياسر ولا كابتن سيد زوركي ولا استاذ محمد مختار ولا يسري ولا العميد احمد، كلهم يعني خلاص الماتش خلص بضربات جزاء. أيوة. فالابتسامه اللي بقول مبروك وانا النجم بقول هارد لك، صحيح اديت وعملت اللي عليك، ده الطبيعي، ده اللي احنا متعودينه من النادي الاهلي. أيوة. بيظهر ما هو جديد، حتى يمكن انا كنت بقول لحضرتك في الفاصل طريقه التكريم كانت امتع واشيك من بطوله افريقيا. أيوة. خدت بالك حضرتك الخطوة الأولى من الشناوي لكابتن محمود الخطيب ثم كبير اللوران، بعد كده السلام على معالي الوزير أشرف صبحي ثم الأستاذ عمرو الجنايني ثم اللي كانوا موجودين بالكامل، هو ده النادي الأهلي. حتى الشناوي لما خد الكاس نزل للعيب لعيب لعيب. طب تسمح لي أعلق هنا كابتن عمرو على النقطة دي، لأنه طبعا مع كامل التقدير والاحترام بالتأكيد طبعا احنا بنتكلم على نجوم رياضة، بالتالي كل واحد مقدر تماما حجم المسؤولية، بس أنا شايف أنه المشهد ده كمان مرتبط بالمنظومة، المنظومة المنضبطة أو اللي بتأكد دايما على فكرة المبادئ والانضباط ده يكون نتيجتها. احنا امبارح شفنا لقاء بين النادي الأهلي وهو مؤسسة رياضية عريقة جدا ليها مبادئها، واعتقد في مواقف كتيرة جدا مش هقدر أسردها دلوقتي تعبر وتعكس ده، وكمان حقيقه فرقه الجيش بتنتمي لمؤسسه في غايه الانضباط وفي غايه الاحترام، وبالتالي كان يليق بيهم هما الاثنين ان هما يطلعوا لنا او يصوروا الصوره الحلوه المشهد دي والمشهد ده اللي اعتقد انه يليق بالرياضه المصريه وبالكره المصريه على وجه الخصوص. فبالتالي الانضباط هنا كمان انضباط مؤسسه قبل ما يكون انضباط لاعبين او نجوم كره قدم. احنا مش في وقتها بناخد التعليمات، احنا عارفين ان دي مبادئ بتورث. تصرفات الكابتن وتصرفات الجهاز وتصرفات مدير الكوره للانطباع على اللعيبه، الموقف او المشهد اللي احنا شفناه صحيح، احنا لسه كنت بقول لحضرتك بيقلدونا مش احنا اللي بنقلد، احنا زينا زي الاوروبيين. والله جدا لو المشهد ده يتكرر في كل مباريات هو ده المفروض الكره المصريه. احنا نادي صغير نادي كبير دي حاجه تضيف لاسمه. استاذ احمد احنا لما بنقول للكسبان الف مبروك وبنقول للخسران هارد لك، مش هترجع الماتش، مش هترجع النتيجه،
بس بتظهر لكل الناس الأسلوب والرقي والمستوى والسيمترية في الأداء والطريقة السليمة اللي بتشجع اسم مصر، اللي يعني بنقول عليها بتوصل في كيان بسيط اسمه النادي الأهلي. يعني احنا بنعرض مصر، مصر بتشمل النادي الأهلي ونادي الجيش في مباراة نهائية. مصر بقى بتتعرض لكل الدول بالأسلوب اللي احنا شفناه، بالأسلوب الراقي، بالأسلوب بالثبات، بالرقي، بالتطور، بما هو جديد. وإذا كانت الدولة نفسها يعني ممثلة في دعوة الوزير أشرف صبحي يمكن من قبل ماتش النهائي بتاع دوري أبطال أفريقيا طبعاً، بتقول لا للتعصب، وإن في مبادرة بترعاها الدولة أو بتدعمها الدولة، وإن الموضوع ده مش مرتبط بفكرة إنه في مباراة نهائي دوري ابطال بطوله كبيره بين ناديين مصريين اهلي والزمالك، واحنا عارفين النديه والمنافسه الكبيره جدا بينهم، لكن بتقول ده منهج عمل. انا بيتهيالي انه فكره انك تغذي، يعني اذا كنت عايز تحارب التعصب يبقى اكد على معنى الروح الرياضيه، وده ما يبانش في شعارات او ما يبانش في ندوات، ده يبان في مشاهد، في لقطات زي اللي شفناها في الملعب امبارح. هو التوجيه مش للعيبه بس، التوجيه لكل المنظومه. ما انا ممكن اكون انا صاحب الموقف او صاحب المكان وبغلط. ايوه، ما احنا شفنا طارق حامد في الالتحام مع عمرو السوليه قاموا سلموا على بعض، كهربا في كره مع ساسي. احنا بقى بنقول الفلفل والشطه اللي بيحلوا الكلام، فانا عايز اعمل بروباجندا كبيره، فبقول ازاي ما يسلمش عليه، ازاي ده يقف كده. هو الميديا مش مستحمله، هو لا للتعصب عشان السلوك بتاعنا. طب الناس كويسه مع بعض، الزمالك كسب الاهلي والاهلي كسب الزمالك كتير، ايه المشكله؟ ايه المشكله في ده؟ هو من هنا هنقول الدنيا القطر هيقف وميه المحيه هتنتهي؟ هعيد تاني وهفكر في بطوله واتنين. العقول اللي تستوعب ده. نتكلم كره شويه بقى كابتن عمرو، نخرج إيه بره الموضوع. يعني النهارده كنا بنتكلم في، انت لسه بتقول فتره بسيطه جدا تولى فيها موسيماني المسؤوليه، وجه الحقيقه من الدار للنار، يعني الراجل حتى ما خدش فرصه انه يقرا يحضر يتعرف على امكانيات الفرقه بشكل يعني كبير جدا، ورغم كده دخل على الدوري في ماتشات صعبه جدا، دخل على دوري قبل نهائي ابطال افريقيا في نهائي، دخل على قبل نهائي في نهائي كاس مصر، وقدر يحقق الثلاثيه. شايف الفتره اللي تولى فيها موسيماني المسؤوليه في الاهلي تقييمك ليها ازاي؟ وشايف انه الراجل ده قدم اوراق اعتماده لسه، ولا محتاج فرصه اكبر في بدايه السيزون اللي جاي؟ بص يا استاذ احمد، بالنسبه لمستر موسيماني بدا من ما انتهى مستر فايلر، مش محل الراجل عمله. ايوه، بدا ودارس وفكر ومتعايش مع النادي الاهلي، وعارف مين المكان اللي هو جاي يمسكه، وما ترددش لحظه. اي مدرب في اي حته لو قلت له النادي الاهلي هيجي جري، ما فيهاش، مش هيفكر. سيبك من الماديات، من الماديه هنتفق عليها مجلس اداره واللي خاص بالملف بيني وبين المدرب. الراجل بدا حافظ لعيبه النادي الاهلي، اتعامل او عامل اللعيبه بالعامل النفسي، اهم حاجه تواصل مع اللعيبه بالعامل النفسي. اذا كان هو بيشتغل معد الاحمال، مدرب الحراس مستر يانكون، الاستاذ خالد القائم بالعلاقات، المدير الفني اللي بيترجم له خطوات كل لاعب اذا كان من الخصم او من اداء لاعبته. أيوه، ازاي بينقي نقط الهجوم للنادي الاهلي وبيهاجم بيها، وازاي بيتلاشى نقط الضعف اللي في فرقته وبيستبعدها. في امور فيها سلبيات بتتعالج. الراجل مش معاه عصا سحريه هيغير ده كله. كتير قوي قالوا ان كتير عليه انه يمسك من افريقيا نادي الاهلي، ليه يا جماعه؟ الموضوع مش صعب. طب ما احنا عايزين نتبادل، ما الراجل حقق اللي ما حققوش مدربين ابطال واجانب واسماء ومصريين ما حلحقوش في مده زمنيه بسيطه، والبقيه تاتي، هل من مزيد؟ الراجل بيقول لك انا من المفارقات الحقيقه امبارح انه في اصوات، يعني بدون ذكر اسماء احنا، بس في اصوات كتير جدا كانت بتهاجم اختيار النادي الاهلي لموسيماني، هي نفسها اللي كانت بتشيد الحقيقه بتجربه موسيماني بعد التتويج بالثلاثيه. اهو يعني نفس الكلام، يعني انت رفضت ودلوقتي ايدت. لا مش رفضت، انت هاجمت. انت هاجمت، ماشي، انت هاجمت، في هاجمت انك انت مش حابب. ودلوقتي ايدت عشان التتويج. طيب الراجل ده وهو شغال عمل المعادله الصعبه بسرعه الزمن في وقت بسيط، حقق ثلاث حاجات. مما انتهى فايلر دوري عام، تحقيق بطوله افريقيا، تتويج كاس مصر. أيوة، لسه السوبر الافريقي ولسه السوبر المصري. الناس بتقول الاداء، الناس عايزه من النادي الاهلي ثلاث حاجات: اداء وسكور واستحواذ، وحاجه رابعه بسيطه جدا، نصب السيرك. في الماتشات اللي زي دي لو الكورنا بربع جون الاهلي خد البطوله. الراجل في كل المؤتمرات بيقول لك ايه؟ الفرقه اللي قدامي اجادت، بس انا حققت المعادله الصعبه وخدت البطوله. تمام، انت هتبقى مع اللي حقق
وبعدين عالج طب وصلح. معلش طب معلش برضه دي حته شغله جمهور الاهلي بشكل كبير. شايف انه كره موسيماني ظهرت مع نادي الاهلي؟ يعني تقدر تقول انه موسيماني قدم الفكر؟ يعني احنا عارفين مثلا انه مستر فايلر اول ما مسك كان ليه طريقه معينه في اداره الفريق، كان ليه في كوره معينه واسلوب معين بتلعب بيه الفرقه. كان في لسه وقت يا استاذ احمد. انا عارف لسه في وقت. انا معترف تماما انه الراجل ما كانش عنده رفاهيه الوقت، وعارف انه السيزونين يمكن داخل انت الماتش ده الشهر ده عندك اربع ماتشات تقيله جدا. عندك هتلعب في بدايه دوري ابطال افريقيا، هتلعب سوبر افريقيا، هتلعب هتبتدي دوري، وهتلعب مع الزمالك في الدوري المحلي. السوبر المحلي لسه يمكن بيقولوا هيبقى بين يعني اعتقد انه يبقى في فبراير اللي جاي. فاوريدي الراجل ما عندوش حتى وقت يعني يحضر نفسه لسيزون جديد. السيزونين تقريبا لازقين في بعض. هو في الفتره اللي هو بيقدم فيها اعتماد اوراقه الناس مش عايزه تشوف اقل من اداء ماتش الوداد، الاداء والمكسب هنا وهناك. احنا ما تعودناش ان احنا نكسب بره ونكسب جوه. كنا بنقول نتعادل بره ونيجي نكسب جوه، او نكسب في مصر ونلعب على البونت هناك. لا هو جرأنا احنا مش احنا بقى جميل النادي الاهلي، مش هنقول لعيبه النادي الاهلي، احنا شفنا اداء هايل. بس الضغوط والميديا والاعلام اما بيمسك حد يعني ضغط على قفشه قوي، وضغط على حسين قوي، وقبليه كان ضغط على كهربا، وقبليه كان ضغط على مؤمن. سيبوا الناس على مروان، سيبوا الناس شويه. انا قلتها في كذا برنامج لمروان، مالكش دعوه بحد، انت هداف النادي الاهلي، هداف مصر، النقد لا يفسد للرد قضيه. مش هيضايقني، انت نجم النادي الاهلي، اسمع وخلاص. النقد بناء مش هدام، اسمع وخلاص. انت في نجم النادي الاهلي، مش محتاج. كهربا كنت متاكد بكرم ربنا ان هينزل يجيب جول امبارح. استاذ احمد في حاجات بتحصل ممكن الناس مش واخده بالها. اما يبقى الماتش شغال وفاضل خمس دقايق على انتهاء المباراه ووصلنا لضربات الجزاء الترجيحيه، ويحصل ان علي لطفي يجيب ضربات الجزاء الخاصه بالجيش وبيراميدز واداء لعيبه الجيش في التسديد على بسام. مين بيعمل كده؟ مين بيخرج من اطار الماتش عشان يقول لزميله اللي انا بتمنى ان انا اكون في الملعب ان انا خايف عليه هنا المكسب، مش النتيجه، مش كاس او درع او بطوله. كان في صوره الكابتن علي لطفي يمكن عرضناها في اول الحلقه، الورقه اللي عملها هو كان منزل فيديوهات كل لعيبه الطلائع قبل المباراه، نزل شاف وراجع وظبط قايم بدور مدير فني. قايم بدور مدير فني، تتحسب للمدير الفني اللي موجود ان محبب الكيمياء ما بين الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ماشيه. هو ده الحتة التانية قبلها في افريقيا، ياسر ابراهيم جوه قناة النادي الاهلي وهو موجود بيقول احنا بنحب بعض، مين يلعب مش مشكلة، انا بتمنى وانا قاعد بره لزميلي ان ربنا يوفقه ونكسب. هو ده المكسب، ما هو ده اللي هيجيب كل البطولات اللي جاية. انا عندي الروح ان انا العب واتمنى لزميلي الخير لغاية ما يجيلي معادي. كل واحد فينا بيحسبها بطريقته. دي الصورة يا كابتن عمرو اللي كنا بنتكلم عنها. هو بيقول ايه؟ علي لطفي بيقول انا جهزت وحضرت والشناوي قالها في اوضه اللبس، انا حضرت، انا عيني مع علي، وبيقول لي كل كره رايحه فين، الاتجاه فين. هي دي روح النادي الاهلي، هي دي الحب، هي دي العيله. احنا بيت النادي الاهلي العيله. تقييمك لصفقات الاهلي اللي ظهرت معاه في بطوله الكاس؟ يعني احنا شفنا طاهر وشفنا بدر وشفنا من المعارين اللي رجعوا، يعني مش هقدر احكم على ناصر لانه ناصر ما خدش قوي، لكن اكرم ممكن احكم عليه، صلاح محسن ممكن احكم احنا عليه. مش اول مره يا استاذ احمد نحكم على اللي موجودين. بدر ولا طاهر هم الوافدين من الخارج. احنا شايفينهم ادائهم لسه شويه هيجوا مع النادي الاهلي. ما انا عايز منك برضو ابن النادي الاهلي، يعني الاهلي ما بيجيبش حد الا لما يكون نجم. يعني طبعا طاهر في فرقته كان نجم الحقيقه، ومع منتخب الاولمبي نجم كبير، وانا شايف طاهر ليه مستقبل ان شاء الله باذن الله يكون كبير. وبدر برضو مع فرقته كان نجم، لكن اقصد اقول لما النجم بيجي النادي الاهلي محتاج ايه عشان يخش في جو الفرقه، ومحتاج ايه لانه ده مش اول دي تعتبر اول خطوه. يعني وانت في نادي الاهلي انت جاي نجم، بس عشان تبقى نجم النجوم وتبقى قد تيشرت النادي الاهلي محتاج تشتغل على ايه بسرعه. هنتكلم زي ايامنا واللي موجود دلوقتي. انسى انت كنت جاي منين، وتاقلم مع انت فين دلوقتي. انت في النادي الاهلي، النادي الاهلي مطلوب منك بطولات، مطلوب منك اداء، مطلوب منك ان ال11 لاعب نجوم اللي على الدكه قبل اللي في الملعب. ما تفكرش في حاجه اصل طاهر اقل من فلان، مش هنسمي بالاسماء، اصل محمد اقل من احمد، اصل عمرو اقل من كابتن علي عبد الصادق. لا انا ما جيت النادي الاهلي
كنت ببص للكابتن علي عبد الصادق بالالتزام وقلد، ابص لابو الدهب وقلد، ابص لكمونه وقلد، ابص لجمال السيد وقلد، ابص لمشير ابن النادي الاهلي وقلد. هو ده انت جيت النادي الاهلي خلاص الموضوع منتهي، تعايش وتاقلم، والمفروض منك لو في تركيز و10 من 10 لا يبقى 20 على 10. احنا شفناه ياسر ابراهيم، زمالك، سموحه، النادي الاهلي، تركيز 300%، اداء هايل في مباراه الزمالك نهائي بطوله افريقيا، اداء هايل. ما هو بالترتيب اهي، انت المفروض بتتعلم، انت جاي من مدرسه، عفوا انا مش بقلل من قيمه الانديه، جاي من مدرسه ميري رايح مدرسه انترناشونال، وانت رايح المدرسه دي اللي هي النادي الاهلي قرب من اللعيبه اللي هم الكيان بتاعهم اللي اتربى من الصغر من العشر سنين ومن الحداشر سنه. أي. انا كنت بقول للكابتن شوقي غريب، كابتن انا رايح النادي الاهلي اعمل ايه؟ يقول لي اعمل واعمل واعمل النادي الاهلي، اقول للكابتن صابر عيد، اقول للكابتن مصطفى الزفتاوي، اقول للكابتن خالد ابو الفتوح، اقول للكابتن خالد عيد، بتعلم، وفي الاخر خالص اقعد مع الكابتن سياجي رحمه الله عليه يقول لي اعمل واعمل النادي الاهلي لطقوس لازم تتماشى معاها، انت رايح بيت جديد، البيت الجديد ده ليه انضباطات في الدخول وانضباطات في الخروج. الانضباط مطلوب منك من اول يوم دخلت فيه، انت بتتعلم كده، واللي بتعمله بره 100% تعمله في الاهلي 200-300%، وغير بقى ان معاك ادوات مساعده هايله ما بتحسكش انك غريب. ايامنا كان الكابتن شوبير والكابتن اسامه والكابتن حسام والكابتن ابراهيم والكابتن رضا، كل اللي كانوا موجودين. دلوقتي الشناوي والكبار، هنقول مين؟ وعلي معلول، ما خلاص احنا مش حاسين علي من تونس، احنا حاسين علي ابن النادي الاهلي. صحيح. متولي معاك، كاب سيد ربيعة، كاب سيد قريب من سنك، رامي، سعد، بص الحب، ايمن اشرف برضه، ايمن اشرف اهو طلع بره ساب بصمه النادي الاهلي في سموحه، ورجع من سموحه للنادي الاهلي، بيتي القديم هو هو، انا ما اتغيرتش، ما انا اتربيت من الصغر على ايه، فانا علمت غيري ورجعت لبيتي تاني. طب انا هبعد عن الاهلي واولاد الاهلي شويه، عشان في جمله كده بقت بسمعها تقريبا تقريبا شبه مكرره، فكره انه الاهلي بيفوز بالحكام، يعني بعد كل بطوله لازم تلاقي النغمه دي، النغمه دي ما بتخلص ولا حاجات قديمه مش هنسمع فيها؟ حكام ومش حكام، حكام ايه؟ ايوه يعني هي، ما بص اللي هتلاقيه بيهبد وبيتكلم في الموضوع ده هتلاقيه بيتكلم عشان ايه؟ يفسد عليك فرحتك. ما انا ما عرفتش اجاريك يبقى اضايقك وافسد عليك فرحتك. طب هتفسد عليا فرحتي ايه؟ هتقول ما انا خدت البطوله خلاص، هتنوه عن الحكام، حكام ايه؟ ايه اللي حصل؟ احسن حكام موجوده الحنفي والبنا، طب عملوا حد. ايه في حد يعني اتكوى من نار الاخطاء التحكيميه؟ ما انت او غير المقصوده زي النادي الاهلي، ما هو انت حضرتك عايز يبص للكوره في نهايتها، ما بيبصش لبدايتها، الكوره اللي بيعلقوا عليها الناس بص في اولها، ما تبصش في نهايتها. ما تبصش في الجزء اللي انت عايز تعلنه. ايوه انت عايز تتكلم عنها. مش استاذ احمد اللي بينقد عايز يتكلم عنها. طب اتكلم في بدايتها، ما هي الشده بدايتها من احمد اخو من احمد علاء، اخو احمد، اخو محمود علاء. الشده منين؟ هي بدايتها وهي في الهوا. خلاص انت بتحسبها ازاي؟ طيب على كل احوال احنا بنحتفل، مبروك علينا وخلاص، مبروك علينا ومبروك على كل جماهير الاهلاويه، ولسه احتفالنا ليه بصمه خاصه من كابتن عمرو الحديدي، بس خلونا نروح لفاصل ونرجع بعد ما نجهز لحضراتكم بقى بتفاصيل الاحتفال. على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر. مره ثانيه اهلا وسهلا بحضراتكم، ويعني الحقيقه كابتن عمرو ما رضيش النهارده يجي واحنا بنحتفل بالثلاثيه من غير ما يسيب بصمه، يعني دي تورتايه القرن الحقيقه. تورتايه تليق بالثلاثيه الحقيقه، وعليها نجوم النادي الاهلي منورين مع درع دوري، مع كاس مصر، مع كاس دوري ابطال افريقيا، احتفال مع نجوم الاهلي اللي منورين وحاضرين طبعا في الصوره. ميرسي جدا كابتن عمرو، يعني دايما ايدك مش فاضيه يا كابتن عمرو، دي اقل حاجه للنادي الاهلي، وان شاء الله نعمل الاكبر منها وفيها الخمس بطولات كاملين. خش خش بيها موسوعة جينيس، يعني حاجه مكلفه. بص يا استاذ احمد وساره، النادي الاهلي خيره على الكل، لعيبه، جماهير، مجلس اداره، وكانوا لعيبه في يوم من الايام. ايوه اقل حاجه بنقدمها لعيبه النادي الاهلي ده، والمجلس اداره النادي الاهلي بنكرم بطريقتنا اللي بنعرف نكرم بيها، ده استطاعتنا ان احنا نعمل دي. كل مره كابتن عمرو بيتكلم عن النادي الاهلي بص عينه بتبقى عامله ازاي، الدموع جوه محبوسه كل مره. انت بطلت كوره من كام سنه تقريبا كابتن عمرو؟
بالظبط. انا اخر حاجه كان صعود امبلي الدوري الممتاز 2002 دي اخر حاجه. ومع ذلك ارتباطك بالنادي الاهلي بيتهيالي انه ما قلش او 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 انه ده بيزيد يعني. لا هقول لك على حاجه. انا كنت قاعد مع ابني امبارح واحنا بنتفرج. لا اللعب اسهل بكتير. بكتير اللعب اسهل من فرجه بكتير. بكتير. هسه هتأدي وهتلتزم وتعمل نفسك فيه. وانت بتتفرج انت شادد نفسك وما بالك يعني اذا كان اللي في الملعب اعصابه كده من اللي بره بيبقى شكله ايه. صحيح. يعني النادي الاهلي كيان كبير انا بعتبره في موسوعه الكوره مجلس الشعب. مفيش حد ما بيتمناش يخش المكان ده. السيزون اللي جاي اسهل من وجهه نظرك؟ احسن بلاش اسهل. هقول لك على حاجه. في حاجه سهله قوي بتبسط الموضوع. اللعيبه لو عارفه ايه اللي هي عملته هتسهل على نفسها السنين اللي جايه كلها ان شاء الله. هنحتفل بالخماسيه قريب يا كابتن عبد ان شاء الله. ان شاء الله. هما دلوقتي خلاص رايحين في مشوار تاني. كل لعيب يتاكد ان هو عمل اللي عليه في سوبر في دوري. كله عينه على العالميه اللي رايح لها المشوار التاني الاكبر بكتير. الاكبر ده مطلوب منك جهد تركيز وسيبها لله. ما تفكرش بقى بعد الشر تتصاب يحصل لك اي حاجه. كل دوت مقدر عند ربنا. انت بتنفذ اللي عليك والباقي عند ربنا. عمر ربنا ما بيجيبش غير الخير. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صحيح. عند ربنا كل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. الجاي احلى لكل الاهلاويه. بطولات ان شاء الله باذن الله قادرين رجاله الاهلي وابطالهم وابطاله ونجومه على حسمها. وان شاء الله باذن الله مشوار السنه الجايه هيكون احسن من مشوار النادي الاهلي السنه دي. كل المقدمات بتؤكد على ده. مطلوب بس نحافظ على مستوانا، نحافظ على نفس مستوى الاصرار، نحتفظ بنفس القدره على بذل الجهد. وان شاء الله الظروف الصعبه اللي قابلتنا صعب قوي انها تتكرر معانا السنه الجايه. وان شاء الله باذن الله رجاله الاهلي دايما جاهزه ورجاله الاهلي دايما حاضره لحصد كل الالقاب والبطولات. شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. والف مبروك مره ثانيه يا كابتن عمرو. الله يبارك فيك وميرسي جدا على الكادو. ربنا يخليك الجميله دي. بنحتفل النهارده بالثلاثيه وعنينا على اللي جاي احمد والتحديات اللي جايه. وان شاء الله نكون بنحتفل مع حضراتكم قريب ثاني بالقاب جايه كتير. طورنا النادي التورته ولا ما بعرفش. انا لسه قايله لك اني ما بعرفش. يلا كده اهو. يلا يلا معود جماهيره هيله هيله.